وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية من خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبوطات 124 طنا وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 20 طنا وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابه 104 اطنان، اما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 732 قضيه من بينها 186 قضيه خبز ناقص الوزن و162 قضيه خبز غير مطابق للمواصفات، اما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومه توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 15 اقماح محليه.